بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. بإذن الله تعالى سوف نتحدث عن 7 من التطبيقات الخرائط بمميزات تستحق المشاهدة، وستوصلك إلى المكان الذي تريد الذهاب إليه. بعضها مخصص للملاحة أو العثور على أفضل طريق بناء على حركة المرور، بينما قام البعض الآخر بدمج ميزات مثل مشاركة الموقع على وسائل التواصل الاجتماعي أو طرق التنزه في الغابات. الأمر الجيد أن جميع الإصدارات الأساسية مجانية من تطبيقات الخرائط هذه، على الرغم من أن العديد منها يقدم ميزات متميزة مقابل رسوم شهرية أو سنوية. أولا نبدأ مع خرائط جوجل. تحتل خرائط جوجل المرتبة الأولى في تطبيقات الجي بي اس، حيث تغطي خرائط جوجل مناطق أكثر من العالم أكثر من أي تطبيق آخر، فهي توفر مئات الملايين من الأماكن على الخريطة. لذا أينما كنت في العالم فإن جوجل هي الخريطة الأكثر اكتمالا التي يمكنك الاعتماد عليها. من خلال استخدام التعليم الآلي، فإن هذه الطريقة التي تحافظ بها جوجل على تحديث خريطة الأساسية لتكون خالية من الأخطاء نسبيا. ليس هذا فقط، فهم يستخدمون قوة الذكاء الاصطناعي لتوجيهك عبر حركة المرور الكثيفة ببيانات الوقت الفعلي. لذلك عندما تكون في حالة تنقل، لا يوجد تطبيق أفضل للملاحة بنظام تحديد المواقع العالمي الجي بي اس مثل خرائط جوجل. ميزة رئيسية أخرى وهي جوجل ستريت فيو، الذي يلتقط مناظر بانورامية للخارج، أو إذا كنت ترغب في الدخول إلى مراكز التسوق والمطاعم والمتاحف، يمكنك القيام بذلك من خلال إمكانيات رسم الخرائط الداخلية. يمكن تصنيف خرائط جوجل على أنه التطبيق رقم 1 لحركة المرور المباشرة والملاحة، التطبيق رقم 1 لحداثة معلومات الموقع الجغرافي. ننتقل إلى تطبيق وموقع آخر وهو ويزو. استحوذت شركة جوجل على ويزو منذ بعض الوقت، لكن تطبيق ويزو لا يزال يعمل بشكل مختلف تماما. يمكننا القول أن ويزو يحرك المجتمع بالكامل، فهو يعتبر مثل ويكيبيديا لتطبيقات الجي بي اس، لأن مجتمع ويزو هو الذي يحدد نجاحه. إذا كان هناك عطل ما، فإن مستخدمي ويزو يدعمون بعضهم البعض من خلال تحديد موقعه بدقة. لذا عندما تكون تقود سيارتك، يساعدك ويزو في الوصول إلى المكان الذي تريد الذهاب إليه بشكل أسرع. باستخدام ويزو يمكنك تجنب الاختناقات المرورية، لأنه يغير مسارك على الفور في الوقت الفعلي. إذا كنت بحاجة إلى تطبيق لهذا الغرض، فلا يوجد شيء أفضل من ويز، لكن أكثر ما يميز ويز هو أنه يتيح لك رؤية مستخدمين آخرين على الطريق حتى بجانبك. قد يكون هناك مستخدم ويز آخر، يعد هذا التطبيق المدفوع بالحوافز هو ما يحفز الناس ويستخدمونه. يمكن تصنيف ويز على أنه التطبيق رقم 1 للتنبيهات، الأعطال والبناء ورجال الشرطة، التطبيق رقم 1 لمحركات الطرق السريعة الطويلة. عندنا خرائط أبل. خرائط أبل عندما ظهرت لأول مرة لم تكن الأفضل، فلم تكن المدن والبلدات مفصلة للغاية، بل كانت الخرائط مملة، وأنا أعتقد ما زالت لحد الآن مملة، وكانت بعض الملامح الرئيسية غائبة. لكن خلال العامين الماضيين بذلت خرائط أبل دفعة كبيرة لتصحيح أوجه القصور هذه. على سبيل المثال، تم إضافة خرائط أبل مؤخرا إشارات توقف وإشارات مرور في مناطق محددة، وأضافت المزيد من الشركات والمطاعم والأماكن ذات الأهمية، لكنها ما زالت غير موجودة بالكامل حتى الآن. أخيرا قامت أبل بتعزيز عدد من المميزات، على سبيل المثال يعرض حدود السرعة وتذكيرات مكان وقوف السيارات وإرشادات متقدمة للانعطاف. كل ما ينقص خرائط أبل هو التكامل مع الداخلية للأماكن مثل المطارات ومراكز التسوق الكبيرة. يمكن تصنيف خرائط أبل على أنها تطبيق الملاحة الأول لكار بلاي. Here we go. يمكننا القول أن أكثر نقطة مميزة لخرائط Here we go هي الخريطة الأساسية المصممة بشكل جميل، حيث تبدو خرائط Here نظيفة مع التركيز على الوضوح على مستويات مختلفة. الميزات الإيجابية الأخرى هي حركة المرور المباشرة وحدود السرعة والتوجيه الصوتي. تتميز الخريطة بشكل خاص بكيفية عرض خريطة Here الأساسية للمباني ثلاثية الأبعاد بشكل افتراضي، لكن الجانب السلبي الوحيد هنا هو أن بعض مباني Open Street ماب يمكن للأسف أن تكون قديمة بعض الشيء. بشكل عام يعتمد الأمر تماما على مكان وجودك في العالم. على عكس بعض البدائل في هذه القائمة، هناك ميزة رائعة لخرائط Here we go، وهي أنه يمكنك تنزيل خرائطك في وضع عدم الاتصال. فمن خلال القيام بذلك يمكنك تجنب استهلاك البيانات أو العثور على نقاط اتصال واي فاي. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر التطبيق مثالي للمناطق التي لا يمكن فيها الحصول على اتصال سلكي قوي بما فيه الكفاية. يمكن تصنيف خرائط Here we go على أنه التطبيق رقم 1 للتنقل عبر الخرائط بلا اتصال.
عندنا تطبيق سايجيك، سايجيك يستخدمه أكثر من 200 مليون سائق من جميع أنحاء العالم. السبب الأكبر لشعبيته هو اتصالها بالسيارة. على سبيل المثال إنه متوافق تماما مع أبل كار بلاي، وهو يعتبر ميزة كبيرة. لذلك عند استخدام سايجيك بدلا من مجرد رؤية الخريطة على هاتفك، يمكنك رؤيتها في نظام المعلومات المدمج في سيارتك. يعد سايجيك أحد التطبيقات الأعلى تقييما، حيث يستخدمه أكثر من 200 مليون سائق، فهو مفيد لحدود السرعة ومعلومات حركة المرور وكاميرات السرعة. بالنسبة للخدمات فهو يوفر لك محطات وقود بأسعار الوقود، بالإضافة إلى خدمات وقوف السيارة. بشكل عام يعتبر سايجيك خيارا لائقا للملاحة في السيارة، حيث يدعم مطوروها التطبيق جيدا بإصدارات يتم تحديثها باستمرار، ولديها الملايين من الأماكن ذات الأهمية مع العديد من التحديثات كل عام. لكن ما ستحصل عليه هو مجرد فترة تجريبية، بعد ذلك عليك أن تدفع مقابل هذا التطبيق المميز. يمكن تصنيف تطبيق خرائط سايجيك على أنه التطبيق رقم واحد للاتصال بالسيارة. تطبيق maps.ma، إذا كنت مثلا تسافر بعيدا عن المسار المألوف، فإن maps.ma هي أداة مصاحبة رائعة للتنقل باستخدام نظام تحديد المواقع العالم الجي بي اكس. في الواقع يستخدم بعض المتنزهين هذا التطبيق لأنه يمكن نقله إلى وضع عدم الاتصال والعثور على تصميم هذا التطبيق بشكل مثالي، أولئك الذين يحبون المشي في الأماكن المجهولة. لكن هناك بعض السلبيات، مثل أن معلومات حركة المرور الحية بطيئة بعض الشيء. من المؤكد أن المطورون سيقومون بحلها والتخلص منها في الإصدارات القادمة. يتضمن ذلك التنقل الصوتي غير المتزامن، قد تكون الإعلانات مزعجة بعض الأحيان، ويمكن التخلص منها بالاشتراك في الإصدار المدفوع. لكن بشكل عام يعتبر maps.ma تطبيق سفر رائع، هذا ينطبق بشكل خاص على القيادة وركوب الدراجة والمشي أيضا. يمكن تصنيف تطبيق خرائط maps.me على أنه تطبيق رقم واحد للسفر بعيدا عن الزحام، أيضا متوفر على الأب ستور. عندنا تطبيق رقم 7 سكوت جي بي اس، كان يطلق عليه سابقا تيل نيف، وقد تم تغيير اسمه ورمزه ومظهره لمنحه شكلا جميلا، لكنه لا يزال تطبيق تنقل موثوق ومستقر مع ميزات الأساسية، بما في ذلك التنقل خطوة بخطوة ومعلومات حركة المرور في الوقت الفعلي وتحديثات السرعة. ومع ذلك يركز سكوت جي بي اس بشكل كبير على الأشخاص بدلا من التنقل، مما يمنحه ميزة فريدة. كما يمكنه القيام بأشياء مثل إرسال رسائل نصية إلى الأشخاص تلقائيا باستخدام الوقت المقدر للوصول الخاص بك، وإشعار جهات الاتصال أو أكثر من جهات الاتصال الخاصة بك بوقت وصولك المقدر، وتنبيهك عندما يحتاج الآخرون إليه. لكن من سلبيات التطبيق أن بعض المستخدمين لاحظوا وجود مخاوف تتعلق بالسلامة والخصوصية بسبب مشاركة الموقع. بالإضافة إلى ذلك قد لا تكون الإخطارات حول الازدحام المروري دقيقة. يمكن تصنيف خرائط سكوت جي بي اس على أنه تطبيق التنقل الاجتماعي الوحيد. ختاما ونهاية، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.